السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم في هذه التغطية. إجراءات متتابعة أعلن عنها المصرف المركزي وصفت بأنها حزمة إصلاحات للأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، فبعد أن هبطت قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية لمستويات كبيرة في المدة الماضية، عاد اليوم واستعاد شيئا من عافيته، واستعاد معها شيئا من ثقة الناس في إدارة مصرفهم المركزي، ثقة كانت قد فقدت في عهد الإدارة القديمة، والآن باتت تستعاد شيئا فشيئا حتى باتت الأعين تترقب موعد حل باقي الأزمات. فهل سينجح المحافظ الجديد في تقديم المعالجات الناجعة والحلول السليمة لاقتصاد أنهكته شدة الأزمات؟ وكيف كان تأثير فرض ضريبة غير مدروسة على التاجر والمواطن؟ وكيف سيكون تأثير إلغائها على السوق اليوم؟ هل فقد التاجر ثقته في الدولة وبات الضحية هو المواطن؟ أم إننا نحتاج إلى إعادة النظر في السياسة الاقتصادية برمتها؟ كل ذلك وأكثر نتابعه مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. يبدو أن السحابة التي حجبت المركزية طيلة الأشهر الماضية بدأ انقشاعها، ويبدو أن شعاع الأمل بدأ يدب إلى النفوس مجددا. فبعد أخبار متداولة عن الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة المركزي والاستعداد لتخفيض ثان في سعر الضريبة، شهدت الأسواق المحلية انتعاشة للدينار الليبي أمام العملات الأجنبية. ولأول مرة منذ قرابة العام انخفضت قيمة الدولار أمام الدينار لتصل إلى 5.97 دراهم مقابل الدولار الواحد، وبمقدار انخفاض يقارب 3 دنانير خلال أقل من شهرين. وقد رافق هذه الانخفاضات حزمة من الإجراءات قام بها المحافظ الجديد السيد ناجي عيسى، من بينها إلغاء كافة السقوف المفروضة على عمليات السحب النقدي من المصارف التجارية وآلات السحب الذاتي ATM ونقاط البيع التجارية، وإلغاء كافة القيود والأسقف المفروضة على الصكوك المصدقة والحوالات الداخلية، بالإضافة إلى الشروع في قبول طلبات الاعتمادات المستندية ورفع الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الصناعي الواحد إلى 10 ملايين دولار، والحد الأعلى للاعتماد المستندي التجاري والخدمي الواحد إلى 5 ملايين دولار، وكذلك رفع سقف بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والصناعية عن القيمة السابقة. وفي الجهة المقابلة أبدى بعض الاقتصاديين تخوفات من الخطوات التي يقوم بها السيد عيسى، وأبدوا خشيتهم من أن يكون المحافظ الجديد قد لجأ إلى الاحتياطي النقدي في معالجاته للأزمة الحالية، بالإضافة إلى تخوفات من التضخم الذي يمكن أن تسببه طباعة عملة جديدة، وأن تكون هذه الإجراءات ما هي إلا ورقة لكسب تأييد شعبي لدى شارع أنهكته الأزمات الاقتصادية. مرحبا بكم من جديد، معي في حلقة الليلة هنا في الاستوديو الدكتور علي الشكري المستشار المالي. مرحبا بك دكتور علي. أهلا وسهلا دكتور. ومعي عبر سكايب من لندن السيد حسني بي رجل الأعمال. مرحبا بك أستاذ حسني. وأيضا عبر الهاتف الدكتور أحمد الخميسي الخبير الاقتصادي من مدينة غريان. ورحب بكم ضيوف الكرام. أبدأ معك دكتور علي، يعني في رأيك هل هذه الإجراءات التي وصفها البعض بالبسيطة هي مجرد محاولة من الإدارة الجديدة على قبول، كما استمعنا قبل قليل في التقرير، قبول شعبي يعني من شعب أنهكته الحقيقة هذه الأزمات، أم هناك يعني عبارة عن تحركات لإيجاد قبول شعبي
وليس هناك إصلاح اقتصادي حقيقي وبرامج اقتصادية جديدة، وإلا تعتقد بأن الإدارة الجديدة بالفعل جادة في إيجاد فيما تقوم به لإيجاد حلول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييك دكتور فوزي وأحيي ضيوفك الكرام ومشاهدي قناة التناصح الأعزة. في البداية أنا أتمنى التوفيق والسداد للإدارة الجديدة، إدارة المصرف المركزي، في ظل ظروف عدم استقرار، غياب مؤسسات، تشظي، ممحكات سياسية وعدد من المشاكل. الإجراءات الأخيرة واللي جت بعد اعتماد السيد المحافظ ونائبه هي إجراءات بعثت العديد من الرسائل التفاؤل وأسهمت في إعادة جزء من الثقة اللي كانت ربما مفقودة أو تكاد أن تكون مفقودة في التعامل مع المصارف. لا شك أن الإجراءات المتخذة هي من أبجديات العمل المصرفي ومن البديهيات والمسلمات اللي يجب أن تكون، وليست هي منا بل هي حقوق كانت ممكن محجوبة أو ممنوعة من أن يصل لها المواطن. المهم في الموضوع هو ألا تكون هذه الإجراءات السريعة والمتسارعة هي لمجارات الشارع أو لإرضاء أو لتسكين المعاناة وتكون لطرف على حساب طرف آخر، وننتظر المزيد. في البداية أزمة المركزي الأخيرة كشفت لنا عن أزمة إدارة فعلية في المصرف المركزي. ربما الإدارة الجديدة بدأت في إصلاح هذه الأزمة، وهذا اللي يفترض أن يكون، أن كل إداراتنا تخرج من حب الكرسي وحب السلطة والتضحية بالمهنية والتخصصية والشهادة العلمية في سبيل الممحكات السياسية أو أرضاء أطراف على حساب أطراف أخرى. هذه الإجراءات ينتظر المواطن منها الكثير. نتمنى أولا لها الاستمرارية، نتمنى لها المصداقية، نتمنى لها الثبات، وإلا هي تكون جرعة مسكنة ربما وقتية ربما لحظية ربما كناية حتى في الإدارة السابقة، وهذا لا نتمناه ولا نرجوه، بحيث أن احنا الآن أصبحنا ربما نضع العربة أو على السكة ونبعث برسائل تطمين ورسائل تفاؤل لكل جمهور وعملاء المصارف خاصة وللمواطن بشكل عام اللي يعاني من ضنك العيش وما ويعاني من هذه الإجراءات. يبقى الرهان الكبير هو السيولة. السيولة بصراحة هذا رهان كبير يعني يواجه الإدارة الجديدة، يواجه مجلس الإدارة اللي يعني أتمنى على الصعيد الشخصي ألا يتأخر، يجب ألا نقع في نفس المشكلة، ألا نقع في عقلية الفرد اللي مسيطرة على عقلية الجمع. احنا الآن مفروض نشتغل بمصرف مركزي بعقل جمعي باستقلالية كاملة، مؤسسة مالية مستقلة، هكذا هو قانون إنشاء المركزي في حسب القانون 1 ل 2005، وأن تكون استقلالية المحافظ ونائبه ومجلس الإدارة من ضمن استقلالية المصرف، بحيث هذه الاستقلالية لابد أن تتجسد فيهم كأشخاص منفذين وعاملين وكمصرف مركزي مؤسسة مالية مستقلة ذات ذمة مالية مستقلة لها وظائف ربما بعدين نتعرض عليها. طيب. بشكل مفصل. أستاذ حسني أرحب بك بداية الحلقة. الحقيقة البعض يعتبر الإجراءات التي يقوم بها المحافظ هي خطوات لتحرير أو لتحريك الأسواق من الركود، خاصة أن السعر الصرف المشمول بالضريبة يعني خفض إلى 20% ومتوقع أنه في منتصف شهر نوفمبر القادم أنه يخفض إلى أقل من ذلك، ما تعليقك؟ شكرا أولا للاستضافة، ويسرني كثيرا أن شارككم ما قاعد يحدث حسب وجهة نظري وتحليلي الشخصي، ولكن قالها الدكتور علي قبلي. نعم. قال لك ما تم، ما هو الشيء استثنائي، هو اللي كان مفروض يكون من زمان
لأن هذا الواقع. مصرف ليبيا المركزي عنده مقاومات كبيرة جدا لمواجهة أي تحدي من السوق الموازي. السوق الموازي في الآخر بكل، حتى شفنا في الأيام هذين نزل بنسبة 95%، يعني تصور أنه نزل إلى 5%. البطاقات $4,000 اللي كل الناس كانت تتكالب عليها، اليوم عاش في حد يبيها، لأنها هي في الواقع أي واحد يشريها حيخسر فيها 250 دينار. فالإجراءات اللي هي كانت واجبة وواجبة من زمان، ولكن نشكر طبعا الإدارة الجديدة على أنها كان عندها شجاعة وقبلت كل الانتقادات نتاع الماضي اللي كانت ترد بطريقة عشوائية، قبلت بها ونفذتها. طبعا شخصيا أنا حتى ضد عملية وضع أي قيد، يعني بودي أن يكون مفتوحة. يعني اليوم حتى لو كل الليبيين يبوا يشروا دولار، ما يقدروش يشروا أكثر من 30 مليار من الدولارات اللي عند المركز، والمركز عنده فوق 90 مليار احتياطيات. شو معناته؟ معناته ما عادش نلقوا حتى دينار واحد في الشارع، وانتم نجروا وراء الدينار، ويبقى الدينار هو العملة المفقودة، ويبقى هو العملة فعلا الغالية. فأنا أهني الإدارة والإجراءات، بودي لكن تكون مفتوحة، ما فيش معاش في حاجة اسمها شرط اليوم في القرن 21. وكذلك لازم نفهم اللي شيء اللي أغلب الاقتصاديين، حتى الاقتصاديين الليبيين، مش فاهمين أن دور المركزي هو استقرار معدل عام الأسعار وإدارة النقد وكبح التضخم. يعني هذين مهام الأساسية الأولية، ما هوش من مهام أنه هو يدخل عليه دولارات يحط على جنب ويقول أنا زاد احتياطياتي. يعني نحن شفنا زيادة الاحتياطيات شن دارت. أوكي، نحن صحيح من عام 2011 لغاية 2015 الاحتياطيات انخفضت من 120 مليار إلى 65 مليار، ولكن كذلك شفنا من عام 2015 لعن نهار اليوم ارتفعت من 65 مليار إلى تقريبا 90 مليار. ولكن في الفترة هذه اللي ارتفعت الاحتياطيات بتقريبا 50% من 65 ل 90 أو 45%، ما تقدرش الرقم بتاعي، لكن من ارتفعت بما يتعدى 25 مليار دولار. شن صار في الدينار؟ ليش؟ لأن بقى التركيز أكثر والتمجيد أكثر والبهبرة أكثر، أن نحن قاعدين أن نجمع في الاحتياطيات بدل من أن نحن ندير السياسات النقدية بطريقة أن يكون في استقرار نقدي ويكون في استقرار الأسعار ويكون فيه كبح التضخم. نحن خلال هالعشر سنوات اللي فاتت، إيه صحيح زدنا من الاحتياطيات 25 مليار، ولكن شنسمة حرقنا الدينار الليبي بما يقارب تقريبا 80%. وهذا دليل عن إذا كانت الاحتياطيات مهمة أو غير مهمة. أنا نعرف أن واجدين منا عندهم عقدة الدولار، يعني إحنا عندنا عقدة الدولار، ولكن الحكومة الليبية مصروفاتها دينارات وليست دولارات. فبالتالي هي من واجبها أن تخلق فرص للقطاع الخاص الليبي بحيث أنه هو يعمل ينتج يكبر ويبدأ بالفعل يساهم في هاللي نحن دائما نتكلم فيه، تنويع الاقتصاد. ولكن تنويع الاقتصاد ما يجيش من خلال استثمارات حكومية، ما يجيش ولا يمكن. الحكومة مفروض تكون أهدافها محددة معروفة، هل هي الصحة، التعليم، بناء القدرات، حماية الحدود، حماية الحقوق، تنفيذ القانون، نفاذ القانون. ولكن مش إن حكومة تبقى تدير لي في عمارات وتبقى تدير لي في هوتيلات وتبقى تدير لي في منتجعات، مش هذا دور الحكومة. فنرجع ونقول نحن اليوم، يعني الحمد لله الشعب الليبي كله أو أغلبه متفائل، وبقى يشوف في كيف ما يقولوا في ضوء في آخر النفق اللي كان مظلم. يعني لغاية 3 أسابيع فاتت كنا نهدد بكلمة والله يبوا يفرضوا علينا النفط مقابل الغذاء، ما هذا كلام فارغ. شنو النفط مقابل الغذاء؟ نحن ما احتلناش أي دولة ولا سببنا أضرار لأي دولة، نحن كل الأضرار سببناها لأنفسنا بأنفسنا
بأموالنا بطاقاتنا بقدراتنا بشبابنا، الأضرار كلها نحن. طيب. يعني نحن سببنا أضرار لأنفسنا. ما حد سبب. أعود إليك سيد حسني، أعود إليك لاحقا إن شاء الله. سيد الدكتور علي، يعني ونحن نتحدث عن الدولار كما أشار قبل قليل سيد حسني بي، يعني هو لا شك الدولار أمام الناس هذا بعبع كبير، وهو الحقيقة مقر ثقة الناس. البعض يشكك في قدرة المركز الآن على كبح يعني واحتواء وتقليص الدور السوق الموازي والحد من المضاربة في على الدينار، يعني هل توافق على هذا؟ هو المركزي بإدارته للنقد الأجنبي وللنقد المحلي وتعزيز قيمة الدينار وحمايته من الانهيار لابد له من أن يحارب السوق غير النظامية. أنا لا أحبذ السوق الموازي إلا إذا كان بشكل نظامي ومرخص له، وهذا الخطوة الأخرى اللي المفروض يسعى عليها المركزي بتأسيس شركات الصرافة مرخص لها وتحت إشراف ورقابة البنك المركزي. وهذا الذي يقال الآن أنه سيسعى إليه إن شاء الله. أما راه الموجود حاليا هم ناس مضاربين، وربما الآن هم بدوا يعيدوا في حساباتهم، وهذا نوع من الخوف اللي قابل نوع من التفاعل لدى المواطن. هم عندهم نوع من الخوف من تردي الأسواق أو انهيار الدولار. للأسف الشديد إحنا اللي خلقنا البعبع. كان الناس في القديم دائما يقولوا الاكتناز والكنز والادخار هو الذهب. الذهب الآن أصبح بعد انهياره في 73 أصبح الغطاء السي دي آر. حاول الصندوق النقد الدولي أو الدول المتحكمة أو الشيء إن تقول لنا راهو الدولار هو العملة وهو الأفضل وهو، وللأسف الشديد إن حتى اللي يسعى وراء الدولار خاصة في البطاقات الأغراض الشخصية هو لأغراض التربح مش لأغراض الحاجة الفعلية. وسنلاحظ تراجع كبير، أنا متوقع أن سيصير تراجع كبير في طلب الأغراض الشخصية إلا للحاجة الفعلية، العلاج، السفر، دراسة، السياحة، الدراسة وهكذا. لكن لأغراض التربح لما يبدأ الفرق بين السعر الرسمي في البنك وبين السعر في شركات الصرافة المرخص لها يعني ضئيل. وإحنا نحتاج لشركات الصرافة ليش؟ لأن عندنا أيام عطل، عندنا أيام مناسبات، عندنا فترات مسائية، عندنا عمالة قد نقيدها بالتعامل مع البنك في شراء العملة، فتضطر لهذه القنوات الغير اللي المفروض تكون رسمية. الآن غير رسمية، الآن أنا أسميها بكل صراحة سوق سوداء، يعني سوق سوداء مضاربين، يعني اللي يبيع في 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 الذهب يبيع في الدولار، اللي يبيع في عفاك الله في الدخان يبيع في الدولار، اللي يبيع في مش عارف ملابس يبيع في الدولار. هذه في العالم حتى وإن وجدت هي من تحت الطاولة، لأن في عقوبات، فيه رواء، فيه ردع، فيه ضبط، فيه رقابة على هذه الأجسام الغير نظامية والتي تعمل في الخفاء. ربما احنا الآن لأن المصرف ابتعد عليه دور الرئيسي في شراء وبيع العملة. تعرف في قانون الواحد لـ 2005 جت كلمة شراء العملة قبل البيع، يعني المفروض المصرف المركزي يعمل على شراء وبيع العملة الأجنبية حسب الاحتياطي النقدي، حسب ما يراه هو في السوق، حسب العرض النقود هل هو يعني زايد بحيث أنه هو يستقطبه أو هو شوية بشوية وهكذا. الآن الدور للأسف اللي المفروض يقوم به المركزي يقوم به مضاربين العملة، ولهذا أصبح الدولار عندنا يعني بعبة كما قلت حضرتك، وأصبح أن ندس الدولار وتعامل بالدولار. وللأسف الشديد عشوائي ما وصلنا، يعني يدوبك وصلنا إلى ممكن وإن شاء الله ما نوصلش إلى مرحلة أن إحنا يعني معاش نقوله دينار، يعني الكل يسعر بالدولار. شركات السياحة، شركات الخدمات تقول دولار ما لكن أي دولة بسيادتها بحكومتها بمصرفها المركزي لابد أن تعزز قيمة الدينار، لابد أن تحمي الدينار، لابد أن تدافع عن الدينار، لابد أن يكون سعر عادل للدولار
مقابل الدينار، لابد من زيادة القوة الشرائية للدينار الليبي. الدينار الليبي في يوم ما كان يصرفوا فيه في دول العالم، في أوروبا، كنت تنقل العشر دينار حتى لبريطانيا وتصرفها، تنقلها للسعودية وتصرفها، تنقلها لأغلب دول العالم وتصرف. كان الدينار الليبي يجي في 3.3 دولار، يعني دينارنا قوي ولا زال. لكن ليش احنا نحطم بإجراءاتنا أو بالبيروقراطية أو بسوء الإدارة؟ واحنا احتياطياتنا الحمد لله رب العالمين يعني لازالت بخير، وما دام هذا المصدر للدخل اللي حبانا به الله سبحانه وتعالى موجود، لا شك أن هناك اقتصاد واعد وهناك دينار يجب أن يكون قوي ويجب أن يكون في جيب كل مواطن ومتاح لكل مواطن. وأنا في عودة على بدء تمنيت أن المصرف الإدارة الجديدة تتخذ قرار جريء وشجاع بإلغاء 27.5% الضريبة الأخيرة. هذه فيها رسائل إيجابية، أولا للجهات القضائية لاحترام قضائنا اللي حكم ببطلان هذه الضريبة، فيها رسائل إيجابية للجهات التشريعية اللي ربما أفتت بعدم شرعية أو بربوية هذا المكس الموضوع، وهذه كانت حتكون خطوة جريئة، خطوة. ليش؟ لأن هي جت مفاجأة، 27.5% جت مفاجأة وجت لمبررات تمويل ميزانية، عمرها ما كانت تمويل الميزانية بأن نزيد ضريبة بهذا الشكل. طيب، يعني في حلول أخرى وفي طرق أخرى لهذه. سيد حسني، يعني في تصريح سابق لعل في صفحتكم الرسمية كتب بأنه يمكن للمصرف المركزي شراء كامل عرض النقود، وأنا سأقرأ ماذا كتبت: وتصفير القاعدة النقدية بأقل من 30 مليار دولار، ليبقى لدى المركز ما يتعدى واردات 3 سنوات بدون الحاجة لتصدير برميل واحد من النفط. لو توضح للمشاهد الكريم مقصودك من هذا الكلام، وهل هذا يعني أننا أمام دولة بالفعل اقتصادها قوي؟ نعم، ما في شك أن ليبيا اقتصادها قوي ومقوماتها أقوى، ولكن كذلك ما في شك أن الإدارة كانت سيئة ونتمنى أن تتحسن. نرجع ونقول لكن للدكتور علي، يعني نعم أتفق معاه احترام القانون، وأتفق معاه على أساس أن مش من حق السلطة التشريعية أن هي تفرض رسم 27%، ولكن كذلك لو نرجع للتقارير الربع سنوي لمصرف ليبيا المركزي، نجد أن خلال عام 2023 مصرف ليبيا المركزي خلق نقود من عدم، يعني جاء وقال للشعب الليبي أو عندكم في الخزائن 30 مليار دينار زيادة للي كانوا موجودين واللي كانوا في ذاك الوقت 100 تقريبا، واستمر بهذا النهج حتى يناير وفبراير ومارس من عام 2024، وخلق 9 مليار دينار أخرات، يعني جاء من جديد وقال للبنوك أو عندكم 9 مليار أخرى فوق 30 انتع السنة اللي فاتت، وهنا من عدم لا توجد. فبالتالي اضطر بعدين مصرف ليبيا المركزي أنه يطلب من السلطات التشريعية القرار بفرض الرسم لغرض بس إرجاع والمبالغ خذينا اللي هي خلقت لإرجاعها لإرجاع التوازن النقدي. نعم، مجلس النواب مش من حقه، نعم مفروض احترام قرار القضاء 100%، ولكن كذلك أن سعر الدينار نقوله أنه هو 4.85 جنيه، لا، سعر الدينار اليوم 5.90 جنيه كما هو في السوق الموازي اللي الدكتور سماه السوق الأسود، أنا نسميه السوق الحر. ليش؟ لأنه هو السوق الوحيد اللي كل واحد يقدر يأخذ يقدر يشري منه ويبيع فيه الدولارات تاعه بدون أي قيود. نعم، سوق غير شرعي، غير مشرعا، مش شرعي ولكن غير مشرعا، يعني مخالف للقانون،
ولكن اضطر خلق هذا السوق، أو هذا السوق خلق لأسباب حتى هي لها علاقة بالإدارة، يعني منها عدم منح تراخيص. يعني في 2012، من 2010 سامحني، في قانون الأنشطة الاقتصادية سمح بإنشاء مكاتب صرافة، وفي 2012 تم إنشاء إدارة في مصرف ليبيا المركزي لهذا الغرض، وتم تشجيع الكثيرين للتجهيز بمبالغ توصل لغاية 200,000 دولار في ذلك الوقت، هل إن كان 250,000 دينار، 260,000 دينار، اليوم 200,000 دولار يساوي مليون و200,000 دينار، وعطوهم رخص أو أذونات مؤقتة، ولم يصدروا لهم التراخيص النهائية لغاية نهار اليوم. اليوم أخيرا بالإدارة الجديدة بدوا يتكلموا على أساس أنه بيفعلوا تلك الإجراءات وتلك المنظومات وتلك الإدارات اللي هم نشوها. ولكن رسالتي ردا على سؤالك، رسالتي للشعب الليبي أن البعبع نتاع الخوف على الاحتياطيات، فالاحتياطيات اللي عندنا تكفينا بعد حتى ما نشروا كل الدينارات. يعني ما عادش في واحد ليبي عنده دينار في جيبه، وكلهم عندهم دولارات 100%. ما زال نقدر نستمروا ونستوردوا لمدة 3 سنوات ونص 4 سنوات بالـ50 مليار الفضلات، مش 3 سنوات، يعني 2.5 3 سنوات، كل ما نحتاجه بدون ما نصدره برميل واحد من نفط. هذا بس باش نقول لكم، ان باش نقول للناس البسيطة اللي يخوفوا فيها، بأن المقاومات الليبية قوية جدا، وما فيش سوق موازي يقدر ينتصر عليها. يعني مش معقولة واحد خش لك اليوم من النفط، لم فيما لو أخذنا في الاعتبار حتى قيمة المحروقات، لأن المحروقات اليوم تمثل تقريبا 30% من إنتاج ليبيا من النفط. يعني لما تأخذ المحروقات تحسبها في الحسبة، نحن دخلنا اليوم 100 مليون دولار. مش معقولة أن 100 مليون دولار بيخوفني سوق يتعامل بالكثير 10-15 مليون دولار في اليوم، و4 مليار ونص دولار في السنة. فنبي نبعث الثق المعلومة للناس عن الحقائق، ومش على الأوهام والتخويف ونحن حننهار. وشفت بعض المعلقين اليوم يقول لك لا، هذين مش تنسرق الدولارات. لما الدينار ولا الدولار يبقى بسعره الحقيقي، معاش نخاف من حد، نخاف منه أمتى ما يبقى في سعرين، يبقى في مضاربة. لما يكون في مضاربة معناتها الناس تخش وتطلع في نفس اليوم وتربح مرات لغاية 30%. يعني لو نجو مثلا في شهر أبريل السنة هذه، ماشي، يعني ما لناش توا 5 شهور، ونشوفوا شن صار. كان في السوق الرسمي ب 4.85 جنيه، وفي السوق الموازي وصل 8.20 جنيه. يعني معناتها في ناس كانت تكسب من 4.25 جنيه إلى 8.20 جنيه، كانت تكسب في 100% خلال ساعات. يعني لو نحصل بطاقة ب 4,000 دولار تكلفني 25,000 دينار، ونبيعها ب 50,000 دينار. يعني هذا كلام لا يقبل. لذلك أنا نقول ونصر ونأكد بأن السوق الحقيقي هو السوق الموازي، كونه مش رسمي معك، كونه غير شرعي مشروع معك، كونه مخالف للقانون 100% معك، ولكن هذين أشغال النيابات والقضاء، هم اللي عدوا يدوروا ويسجنوا من هو مخالف القانون. ولكن بالنسبة لي أنا، أو بالنسبة للاقتصادي، يعني السعر الحقيقي هو وين ما تلقى الشيء بدون قيود تشتري وتبيعه، ما عندكش فيه مشكلة. نعم. طيب دكتور علي، البعض يعني يقول بأن هذه الخطوات التي الآن قام بها الإدارة الجديدة للمركزي يعني قد لا تنجح في ظل هذا الإنفاق العام والسياسات التجارية، وصفها البعض بأنها نائمة. السياسة النقدية لا يمكن أن تفعل مع ذلك شيئا، يعني هل يعني لأن التحكم والحق في سعر الصرف وإدارة السوق مرهون بحجم العرض والطلب كما هو معروف في الاقتصاد، رأيك؟ هو بالتأكيد أن المتحكم في السوق هو قوة العرض والطلب. نعم. وبالتأكيد أن السياسات الثلاث النقدية اللي تولاها المركزي، والمالية اللي تتولاها وزارة المالية، والتجارية اللي تولاها الاقتصاد، يجب أن تشتغل في خطوط متوازية وبشكل متناغم. المركزي هو بيت مال المسلمين.
المسؤول على الإنفاق هي الدولة. الدولة يجب أن تضغط وتضبط الإنفاق بشكل صحيح وبموازنة تعد مسبقا، خاصة نحن الآن في شهر في نهاية أكتوبر، يعني أكيد فيه لجان الآن تشتغل على موازنة 2025، وإذا كان ما فيش الوقت مازال مسموح بشهرين أن نعد موازنة. ويأتي دور المصرف تخصيص ميزانية، يعني ميزانية 2025 يأتي دور المصرف بش يعطي أو يضع الخطوط العريضة للدولة في الموازنة، ويشارك هو كعضو أو كمستشار أو كمختص، بحيث أنه يقول راه الإيراد المتاح أو الإيراد المتوقع لن يتجاوز كذا، الاحتياطي عندي كذا، السندات ودونات الخزانة هي كذا، وبهذا يتم أن تتناغم هذه السياسات الثلاث، النقدية والمالية والتجارية، بشكل موحد وبشكل يعني في 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 إطار واحد. لكن الآن للأسف الشديد أن الكل يشتغل بشكل منفرد أو بشكل أحادي. ليش؟ لأن من ضمن وظائف المصرف هو المستوى العام للأسعار. المستوى العام للأسعار التضخم لو جيت تشوفه تلقى في الاقتصاد، في السياسة، في السياسة التغطية، في السياسة التجارية مسؤول عليه الاقتصاد. لو جيت مثلا تشوف الجانب المالي اللي هو الناتج المحلي الإجمالي تلقى بين الاقتصاد وبين المالية، لما جيت تشوف مثلا الإعداد الموازنة والأبواب اللي بتوزعها وزارة المالية تلقاها من ضمن السياسة المالية، وهكذا لابد أن تشتغل هذه السياسات، لابد أن تشتغل في خطوط متوازية وبتناغم ومجتمعة. لكن لو كل واحد اشتغل بشكل منفرد حتضيع البوصلة، وحيبدأ المصرف المركزي أمام ميزانية هو ربما ما يقدرش. لأن احنا لو جينا نشوف ان كيف تمشي سلسلة الإجراءات، تخصيص، تفويض، تسهيل، صرف. لو نجي للمركزي نلقاه في التسهيل، لو نجي للتخصيص نلقاه في التخطيط، لو نجي للتفويض نلقاه في المالية، لو نجي للصرف نلقاه في الحكومة. يعني شوف ها الأربع أعمدة من اقتصاد أي دولة هي يجب أن تشتغل بهذا الشكل. لكن ما نجيش أنا اللوم المصرف المركزي أو حتى المصرف، قول أنت توسعتي في الإنفاق أو أنت صرفتي أو أنت أهدرتي المال العام أو أو أو. الحكومة هي اللي يجب أن تضغط على مصروفاتها من جهة، وتضبط هذه المصروفات وتوظفها في الأهم قبل المهم. فيه أولويات، فيه أسس، فيه معايير، فيه قواعد يجب أن تتبع في إعداد أي موازنة به الثلاثي اللي هو الاقتصادي والمالي والنقدي. غير هيك يبدأ نوع من العبث أو نوع من نشوف الأزمات اللي الآن تحصل هي عدم توحيد هذه الإجراءات أو عدم اجتماع هذه الإجراءات. وانت لو تشوف حتى في مجلس إدارة المركزي تلقى مندوب عن المالية، يعني المالية وضعها مهم. نعم. الأربعة الأعضاء الأخرين هم يا قانونيين يا اقتصاديين وماليين. اقتصاديين يعني ناس تفهم في هذه الأمور، لأن هكذا تشتغل الدولة، هكذا يجب أن تشتغل الدولة. لكن أن كل واحد يشتغل بمعزل وكل واحد يشتغل منفرد، هذه راهي بتضيع البوصلة وبتكون ميزانياتنا غير حقيقية. ميزانية الآن 24 هي أمر واقع، يعتبر حتى الشهرين اللي مازال مش حتكون فيه قوة استيعابية لما صرف. يعني كل ما تم في سواء في البند الأول أو البند الثاني هي أصبح أمر واقع. لكن خلينا نبدأ من 2025، نبدأ نعد من الآن. إذا ما فيش بداية يبدأ من الآن الإعداد لموازنة 2025 على أسس ومعايير بما يتمشى والنظام المالي للدولة. نعم. أنا تعقيبا على الأستاذ حسني، أنا السوق مازلت مصر على التسمية، ولكن هو ما هو سوق حقيقي، ربما يكون سوق واقع.
فرضه الواقع. ليش؟ لأن اللي تحصل على الدولار بطريقة أو بأخرى من البنك يجيب لهذا السوق. ولهذا تشوف الفرق في الأسعار، تشوف الفرق في الفرق بين أن أنت بتطلع من البنك. ولهذا إحنا للأسف الشديد لو نأخذ حتى الأغراض الشخصية بس دخلتنا في شبهات، إن لم تكن ربوية في شبهات الربا، دخلتنا في معاناة السفر والصرف والإقامة وأننا وإفادة الغير على حساب وإفادة المواطن. الغير يعني تو نحن لو بناخذ نسبة لمكانيات آلات الاي تي ام في العالم، شوف قديش خدت منا من صحيح. نسب ومن صحيح. عمولات في تركيا نعم إيه. يعني يعني حتى على المستوى الاجتماعي لو تجي الواحد يقول انت شو استفدت من 10 دولار في السابقه، يعني تلقى عدد ضئيل يقول لك انا والله درت بها مشروع صغير جوزت بها، لكن الباقي مشيت السعوديه صبه لي في كيس، مشيت المالطة، مشيت مش عارف لإيطاليا، مشيت 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 وزيدها عمولات وزيدها معاناة وزيدها مصاريف وزيدها إقامة وزيدها إهدار لمال عام في الوقت اللي نيه ممكن كالبنك نعطيه لك بطاقة أقراض شخصية وقت الحاجة وعندي أنا ماكينتي نصرفها لك دولار وناخذ العمولة نستفيد أنا عمولتي نيه، لكن للأسف الشديد طيب. إن شاء الله نطلع منها الواقع المريض. إن شاء الله سيد حسني، يعني تتميما لكلامك عن الضريبة التي فرضها المركزي، يعني أنت كرجل أعمال وتاجر كيف كان تأثير فرض الضريبة غير المدروسة حقيقة على التاجر والمواطن، وتتميما للسؤال كيف سيكون تأثير إلغائها على السوق اليوم؟ خليني أولا أعتقد أن فرضها في حينها كان حاجة ممتازة. ليش حاجة ممتازة؟ أنا ما أتكلمش على الجانب المشروعي، نتكلم على الجانب الاقتصادي، لأن أصلاً ما كانش فيه بيع دولار، وكان في السوق الموازي 8.20 جنيه، وكانوا يبيعوا لي بعض الناس ب 4.85 جنيه، يعني كان المكسب اللي كان يحصل على الدولار ب 4.85 جنيه قريب 100%. فبالتالي بفرض الضريبة وتوفير الأموال للجميع ب 6.15 جنيه فكان شيء إيجابي. هذا من ناحية اقتصادية نتكلم. من ناحية قانونية وهذا طبعا لا يجوز لمجلس النواب أن يفرض، والقضاء حكم ولازم يتنفذ، ولكن المطلوب اليوم اللي هو اكتمال مجلس الإدارة لمصرف ليبيا المركزي، ومن خلال مجلس الإدارة يقرروا اللي هو مناسب والأكثر ملائم للاقتصاد الليبي. ولكن نرجع للدكتور علي ونأكد، نعم لازم من التنسيق ولازم من العمل الجماعي بما فيها السياسات المالية بالذات. يعني اليوم لو مصرف ليبيا المركزي يفشل، مش حيفشل لأنه هو ما عندهش قدرات، ولكن يفشل لأن مثلا الحكومة أو حكومات إنفاقها يتعدى إيراداتها. فهناهي عندك حاجتين، يا أما تبي تخلق من جديد أموال، وإذا خلقت من جديد أموال خلقت تضخم، وإذا خلقت تضخم معناتها ضعفت الدينار، وإذا ضعفت الدينار معناتها رفعت الأسعار، وإذا رفعت الأسعار حتتجه من جديد إلى فرض رسم. ما عندناش حل، ماشي. فبالتالي اليوم إيه مصرف ليبيا المركزي يقدر اللي عليه، ولكن هل يقدر مصرف ليبيا المركزي يقاوم لو مثلا الحكومات هذين بقت تصرف بالهبل أكثر من إيراداتها؟ طبعا لا. هذاك الوقت مصرف ليبيا المركزي لازم بدل من أنه هو يخلق نقود من عدم، ضروري يجي ويقعمز هو مجلس إدارته ويقول والله الدولار حقه 10 دينار اليوم، ويكونوا صريحين مع الناس، ويبقى 10 دينار للجميع، ما يبقاش 5 دينار و75 لحميد وزعيط، وبعطي لي بطريقة مشرعنة أو سرقة مشرعنة نفس الدينار هذا يوصل للسوق اللي الدكتور علي يسميه سوق أسود، والسوق أسود وانا نسمي السوق الحر، يحقق قرابة 80% مكسب. يعني هذا غير مقبول اقتصاديا، غير مقبول. المضاربة ليش تنشط؟ المضاربة تنشط لوجود هذه المشرعنة
لرقم والحقيقية اللي هي تعسف لرقم آخر. مدام توفر هذا الفرق حنلقى مضاربين مش فقط من ليبيا، والله ممكن يكون إنجليز وأمريكان وروس ومن كل جهة. اليوم لما جي لي واحد يقول له والله أنا عندي فرصة جيب لي مليون دولار، وهالمليون دولار هذين بعد شهر حيبقى عندك مليون ومئتين دولار، حيلقى من كل الدنيا. يعني كما يقولوا المال ما عندش لجنسية، ولا عنده، سامحوني إن بنقولها حتى ولو على قناتكم، ما عندش دين. فبالتالي الناس كلها حتخش، يعني لما واحد يشوف فرص 20 و30 و40 و80%، يعني الشباب اللي نحن نشوفه فيهم في المشير غادي كل يوم قاعدين من الصبح ساعة 8 الصبح لغاية 5 6 7 8 في العشية يبيعوا ويشروا. ليش يبيعوا ويشروا؟ لأن في فرصة. يعني أنت خلقت لهم من خلال هالقيود اللي اندارت، هذين القيود وهمية في الآخر، بكل قيود وهمية اندارت، خلقت لهم فرصة اغتنام. أنا نسميها سرقة مشرعنة، لأن بالمشروعية، يعني أنت واحد جاء بفلوس شراء حاجة وبعطي لي عدة، بعطي لي فيها ربا ما فيهاش ربا. قلت لك للأسف الشديد، يعني مضحك، يعني يجي واحد ياخذ فلوس من اليمين ويحطها في الشمال ويقول لك والله أنا حللت ومش حللت، هي ربا، ما فيها شك أنها ربا. وأنا مش هناهي باش نتكلم عن الدين، ولكن هذا اللي صار. يعني لما نجي نحن في 2015 16 17 18، خلقنا 150 مليار دينار يا جماعة، خلقنا 150 مليار دينار من عدم. والفكرة تعليقا برضو على كلام الدكتور علي في البداية، بكل اللي قال لازم حل مشكلة السيولة، مشكلة السيولة هي نتيجة لخلق هذه الأموال من عدم. يعني أنت تحط في عدم في البنوك وتبي البنوك تعطي فلوس، ما عندهاش، عندها أرقام على 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 كشوفات، ولكن ما عندهاش الأموال هذه، مش موجودة. فبالتالي يخلق النقص. واحد عنده 70 مليار ولكن قال للآخرين عندكم راهو 170، فالناس تدور على 170، هنا موجودات 70 بس. ضيف لذلك قفل المقاصة ما بين الشرق والغرب من 2014. من 2014 المقاصة مقفلة، يعني كل التعاملات بين الغرب والشرق تتم من خلال نقل أموال نقدية. هذا من فرضها؟ هل فرضها المواطن؟ هل فرضها المضارب؟ هل فرضها التاجر؟ لا، هذه فرضتها السياسات اللي كانت قائمة. سعر الدينار من جنيه و40 قرش، وفي 2015 كان بلكي وصل جنيه و85 قرش، طب اليوم في 6 جنيه و 5 جنيه و99 اليوم، مش خلينا نتكلم على اليوم، 5 جنيه و99، يعني معناتها في شيء كان كبير غلط. نعم. طيب، لكن اليوم اهم رساله اللي انا نبي نقدمها، لان تو خلاص مصرف الليبي المركز الاداري اللي عليه، اللي نبي نقدمها للحكومه، يا حكومه ما تصرفش ولا درهم اكثر من الايراد انتاعك، دبري راسك كيف تجيبيه، بيعي نفط، بيعي املاك، بيعي ذهبك، بيعي عقاراتك، بيعي شركاتك اللي ما جابت لك شيء. يعني نحن من خلال هالخمسين سنة هذين تاع التجربة الاشتراكية، ماشي، استثمرنا في القطاع العام في شركات ومؤسسات ومصانع و لا نهاية لها، فوق $500 مليار. يعني $500 مليار خلال الخمسين سنة اللي فاتت، اليوم قيمتهم أكثر من 5 6 7 تريليون. نعم. دولار. طيب، وينهن؟ ما يسهمنش في الميزانية العامة بولا درهم. طيب سيد، بولا درهم. بقي لي 5 دقائق سوف أقسمها بينكما سيد حسني. الدكتور علي في دقيقتين، يعني وإن كان السؤال هو من ناحية اقتصادية، يعني كيف الآن ربما التحدي الأكبر أن نحن في بلادنا اقتصادنا اقتصاد ريعي، يعني. صحيح. كيف يمكن أن نحول اقتصاد البلاد من اقتصاد ريعي إلى متعدد ال يعني او على الاقل اقتصاد انتاج متنوع؟ نعم، هو صحيح ان الاقتصاد الليبي هو اقتصاد ريعي يعتمد على مصدر دخل واحد. نعم. وهو النفط، وهذا ليس عيبا، انا اعتبره مش عيب إدامة احسننا توظيف هذا المصدر. الله سبحانه وتعالى حبانا بهذا المصدر اللي تفتقر العديد من الدول.
لكن للأسف الشديد أو العيب هو أن نستهلك هذا المصدر بشكل 100% دون أن نوظف أو دون أن نخلق بدائل ونستثمر وندخر جزء ونستثمر جزء كبير من هذا الدخل. البدائل يعني متعددة. يعني لو جينا للصناعة نعتبر الآن شبه معطلة، لو جينا للزراعة شبه معطلة، لو جينا للطاقة المتجددة شبه معطلة. هذه بدائل استثمارية واعدة يجب أن نفكر فيها قبل ما نبني الحجر، قبل ما ينبض النفط. النفط للحاليين استفادوا منه، ولا الممكن المستقبليين يجدوا يلقوه نابض، خاصة وأن النفط الآن العالم بدأ يفكر في بدائل غير النفط. فيه دول أوروبية في 2030، وهذا قريب راهو جدا، حتستغنى على السيارات الوقود. كل الآن أجهزتنا احنا في البيت على مستوى البيت كل أجهزتنا كهربائية باستثناء وسيلة النقل، سيارة باستثناء سيارة، الباقي كلها كهربائية. وحتى السيارة بهل التكنولوجيا المتسارعة والمتقدمة حيجي وقت حتكون كهربائية أو تكون ببدائل أخرى. إذن يجب من الآن التفكير في إيجاد بدائل. وإحنا عندنا صراحة عندنا الساحل الممتد ألف، والشمس الساطعة كل يوم مدة 11 شهر، الشمس الحارقة مش حتى الساطعة. عندنا الزراعة، أراضي زراعية تحتاج. للأسف الشديد هذه البدائل شبه معطلة إن لم تكن معدومة. هذا جانب. الجانب الآخر والمهم هو تشجيع رجال الأعمال، هو المشروعات الصغرى، المشروعات المتوسطة، في بحجة الخصخصة في سنوات الضياع اندثرت هذه المشروعات. الآن المفروض تعاد المشروعات الزراعية، المشروعات الصغرى، المشروعات المتوسطة، بل حتى المشروعات الكبرى. رجال الأعمال المستثمرين، العقل الليبي راهو موجود، العقل المفكر موجود. في جانب آخر هي المصارف المتخصصة، مصرف الادخار، مصرف التنمية، المصرف الزراعي. بقي لي وقت ضئيل يعني حتى أشرك الدكتور رصد حسني. أستاذ حسني، أنا سؤالي لك يعني الآن نسمع دائما الاحتياطي المجنب وصل كما ذكرت إلى 95 مليار دولار، يعني ماذا لا يتم استثماره في وبدل استثمار نفس هذا الاحتياطي المجنب، لماذا يجنب هو أصلا؟ في دقيقتين أستاذ حسني. خليني أقول لك، كنا نحن نحتاج إلى احتياطيات، نحتاج إلى احتياطيات، ولكن أن الاحتياطيات تكفينا اليوم لمدة 5 سنوات 4 سنوات ونصف ولا 5، هذا هي مش مطلوب. يعني نحن لو نشوف الدول الأخرى، تونس ومصر والجزائر والأردن، هل عملتهم أقوى من عملتنا؟ تلقى الاحتياطيات تتاحهم ما تجيش عن سنة. نحن لكن كذلك من الجانب الثاني لازم نحن نفهم شيء، نحن ما نطلبش من الحكومة، وانا نبي نفرق ما بين الحكومة وبين الدولة، لأن الدولة هي المجتمع بأكمله، والحكومة هم نخبة من المجتمع يديرون شؤون الدولة. فالأموال العامة مفروض تكون لها توجيه واحد: الصحة، التعليم، البنية التحتية، نفاذ القانون، حماية الحدود. هذا الأموال العامة. نحن عندنا قانون رائع، قانون رائع، وصدر قبل حتى 2011، اللي هو قانون الأنشطة الاقتصادية، اللي هو قانون رقم 23/2010. هذا قانون رائع، ولكن للأسف شديد الموظف العام رافض أن يطبق هذا القانون. هذا القانون لا يميز ما بين ملاك رأس المال، إن كان عام أو فرد أو خاص أو شركة أو مؤسسة وقابضة، لا يفرق، ويعطي نفس التنافسية ما بينهم كلهم. ولكن الموظف العام رافض أن يطبق هذا القانون، لأنه يبي شركة عامة، ويبي مزرعة عامة، ويبي مصنع عام، ويبي مصرف عام، ويبي شركة تأمين عامة، ويبي كل شيء عام بشبكة هو مقعمز عليها ويدير في شيء اللي هو مش ملكه.
ونبي نقول حاجة أخرى نبي نوضح للناس كلها. لكن الوقت سيد حسني نعم في أقل من دقيقة. نعم. أوكي يعني القطاع الحكومة لما تفرض الضرائب نتاعها وتحصل الضرائب نتاعها هي مساهمة في أي استثمار في ليبيا بنسبة تلك الضريبة، وتلك الضريبة توصل إلى 23%. هل هي ضريبة الجهاد وضريبة الأرباح؟ نعم. شن معناتها؟ معناتها الحكومة بدون ما تحط ولا درهم واحد في رأس المال ولا تخاطر بدرهم واحد، هي لو تترك المجال للقطاع الخاص إنه هو يدير ما يشاء وما تنفسش وتسهل وتدير له البنية التحتية وتسهل له الإجراءات، فهو الحكومة شريكة بنسبة 23%. نعم. يعني واجبها الوحيد هو تحصيل ضرائبها وليس إلا. طيب شكرا سيد حسني بيل، عذرا يعني أدركنا الوقت. سيد حسني بيل رجل الأعمال كنت معنا ضيفا عبر سكايب من لندن، شكرا لك يا دكتور علي شكري المستشار المالي، كنت ضيفي هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لكما، والشكر لكم وصول أيها الأفاضل على طيب المتابعة، تقيكم بإذن الله حتى ذلك الحين، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.